فاهمان مش فاهمني مش فاهمان مش فاهمني مهضوم بتتهمني كل حاجه تجيب الحق عليا دايما الغلطان هو انا مش لازماني مش لازماني يا مرستانا يا جماعه يا جماعه كل يوم عاملين اذاعه للحكايه بسيطه خالص شيء بيحصل كل ساعه دي مسائل عائليه تبتدي ويا الرضا يا جماعة يا جماعة قطيعة محدش بياكلها بالساهل فين قميصي؟ شوفوا في الدرج التحتاني فين عروستي؟ فين عريسي؟ يا ولد هاشم أهياني؟ الخناقة قديمة قديمة وانتو بنبوكنا بريمة جيل الفيديو ده بوسيمة ما انتو كلها انتو كمان يا جماعة يا جماعة كل يوم عاملين إذاعة دي الحكاية بسيطة خالص شيء بيحصل كل ساعة في مسائل عائلية تبتدي ويا الرضا يا جماعة يا جماعة هو ابني كان مسافر ليه؟ مش عشان يجيب لك فلوس انت ولادك؟ فين الشاي؟ حاضر البنت بتعيط حاضر يا بنت اسكتي افصلي دي التلاجة بتفصل اللي مرام فين ده عارف لعب واللي عامل عملية ريحته بنت سحر هروح المشوار اللي قلت عليه هتزحلق والقميص يتفتح محدش هياخد باله يا شلش كده اهو طب ايه رايك بقى يرضيكي ان انا اقطع لك زراير فستانك عايزني اخرج بفستاني مقطع داريهم بالاشار لا ده انت عايز تتخانق بقى كده اهو حضرتك بدل ما تعترفي باهمالك بتسهليها لي علشان ايه عشان انزل مبهدل مين بهدل مبهدل دي كلمه كبيره قوي على حته زرار واحد مقطوع الزرار الواحد المقطوع ده هو روح القميص خلاص يا شلش خلاص هركب لك روح القميص عشان ترتاح ما هو على بال ما تركبي لي روح القميص ده الامر يقتضي ان انا اقلع لك القميص ده والبس جاكيته البيجامه وبعد ما تركبي روح القميص هقلع جاكيته البيجامه والبس القميص طبعا في الاثناء دي اخد انفلونزا مش هتلحق يا شلش هي ايه الانفلونزا دي واقفه لك على طرطوفه مناخيرك مستنيه لما تقلع القميص طب اتفضلي يا ستان اتفضلي الزراير الزراير فين الزراير اليوم فتاتين فتاتين سكر 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 انتم فتاتين فتاتين سكر بس اللي نشيط فيكم اكتر هو اللي حيبقى شاطر جدا جدا سكر 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 شوفوا شكيك ازاي بيفكر ولا عمره في يوم قام متأخر شوفوا شكيك ازاي بيفكر ولا عمره في يوم قام متأخر مع نور الفجر ماهوش أكتر بيقوم من النوم على طول يتدن سكر 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 الجاية سو سو والرايحة والعصافير من الفجر بتصحى
بالجاشية تصور رايحة بالجو ترقص من الفرحة وتخلي الصبح جميل جدا جدا. سكر 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 يا صاحب اللي نشيط من صغره بيكون ناجح كده طول عمره أما الكسلان دايما عمره ما بينجح في حياته أبدا أبدا. سكر 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 اصحوا يا صحابي من نومكم بدري وابتدوا بالصلاة يومكم اصحوا يا صحابي من نومكم بدري وابتدوا بالصلاة يومكم وأول بأول ذاكروا دروسكم تبقوا بدرجة ممتاز جدا جدا. سكر 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 س